السلام عليكم. اليوم نديكم في جولة في غابة من الغابات اللي نعرفها مليح واللي مش بعيدة عن المقر اللي نسكن فيه، ويعني هي من أجمل الغابات اللي شفتها هنا في الجزائر، وهي تعتبر غابة مهيئة تربيت فيها. يعني كنت صغير كانت وحشية، ما كانش فيها التهيئة، لكن في الأعوام الأخيرة هذه تهيئت والحمد لله تم حمايتها. كانت عرضة للإهمال وبعض الأجزاء منها تقطعت الأشجار وبنوا فيها أشياء، لكن الحمد لله الجزء الأكبر منها تمت صيانته والسياج، داروا السياج عليها وداروا لها التهيئة وأصبحت حديقة رائعة. ونترككم في جولة في هذه الغابة وشوفوها للآخر، شوفوا الفيديو للآخر، لأن الغابة هذه مليئة بالمفاجآت، فيها أشياء كثيرة. في كل أجزاء الغابة هذه فيها أجزاء أشياء كثيرة، يعني أشياء جميلة. ونترككم مع الفيديو. وبالذكر الغابة توجد في بلدية واد الصمار بالعاصمة الجزائرية. والسلام عليكم. نحن حاضرين هذا بشكل